FM. الكلمة ليك. هو شوف احنا ما يخلفش علينا اثار لانه هجمات غير مؤسساتية. علاش؟ الهجمات هذه اللي واخدينها زوج نواب خاصة في مهدي بن غربية وفي الداماني هجمات ولات واخذة منحة شخصي كانوا وشخصنا ماهيش مؤسساتية حتى طرفوها النواب بتاع مجلس النواب وقت اللي عندهم مؤاخذات على أي وزير كان في الحكومة هما سلطة تشريعية عنده جميع الوسائل لمساءلة الوزير ينجم يبعث له مساءلة شفاهية مساءلة كتابية ينجم يناديه للمجلس ينجم يعمل لجنة برلمانية تحقق معاه ولكن وقت اللي يجي نايب في ندوة صحفية ويقول عنا دوسيات تاع فساد ونطلعوهم وهذه الأسابيع القادمة تهم بالخيانة الوطنية معناها ما مش لعب كلام كبير هذا كلام غير مسؤول ما يجيش ما يليقش وقت اللي نايب في وسط مجلس يقول للوزير تكذب ثلاثة ولا أربعة مرات معناتها هذا مستوى منحط وهذا يكره الناس في السياسة الكلمة ليك